بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، يسر قسم الرياضيات أن يقدم مراجعة للصف الثامن، وهذه المراجعة لا تغني عن الكتاب المدرسي أو كراسة التمارين. السؤال الأول: ضع الرمز أكبر أو أصغر أو يساوي في الفراغ لتصبح كل جملة مما يأتي صحيحة. 1 3 على 15 و 7 على 15. لاحظ هنا أن المقامات متساوية، إذا نقوم بعملية مقارنة مباشرة بين البسط. 3 و 7، 3 أقل من 7. السؤال الثاني: 3 على 4 و 2 على 5. هنا المقامات غير متساوية، إذا نقوم بعملية توحيد مقامات أو استخدام أسلوب المقص. نضرب 3 ضرب 5 15، و2 ضرب 4 8. لاحظ أن 15 أكبر من 8. السؤال الثالث: 2 على 5 و4 على 9. نستخدم نفس الأسلوب، نضرب 9 ضرب 2 18، و5 ضرب 4 20. لاحظ أن 18 أقل من 20، فتكون الإشارة 2 على 5 أقل من 4 على 9. السؤال الثاني: أوجد ناتج الضرب أو القسمة في أبسط صورة. 5 على 6 مضروبة في 1 على 5. هنا لاحظ يوجد 5 في البسط و5 في المقام، يمكن اختصارهم فيكون الناتج 1 على 6. الفرع الثاني: 6 على 7 تقسيم 3. في عملية التقسيم نثبت المقدار الأول الذي هو 6 على 7، نغير إشارة القسمة إلى ضرب، ثم نقلب 3 الذي هو 1 على 3. يمكن اختصار 6 مع 3 هنا، ف6 تقسيم 3 2 و3 تقسيم 3 1، ليكون الناتج في النهاية 2 على 7. السؤال الثالث: أوجد ناتج 5 و7 على 12 +8 و1 على 6 واكتبه في أبسط صورة. لنقوم بعملية الجمع لابد من توحيد المقامات. لاحظ أن المقام الثاني هو 6 والمقام الأول 12، إذن نقوم بضرب 6 ب2 و1 في 2 لتوحيد المقامات، فيكون الناتج 5 و7 على 12 +8 و2 على 12. والآن نقوم بعملية الجمع بعد توحيد المقامات: 5 + 8 = 13، 7 + 2 = 9، والمقام لا يجمع. السؤال الرابع: أوجد ناتج ما يلي: 48 + 21 + 79 باستعمال خصائص الأعداد. لاستعمال خصائص الأعداد نقوم بجمع 21 و79 في البداية، فيكون الناتج 48 + 100، لأن 21 + 79 100، فيكون الناتج 148. هنا استخدمنا خاصية التجميع. السؤال الخامس: إذا كان A يساوي 9 و B يساوي 25، أوجد قيمة 2 جذر A +3 جذر B. لحل هذا السؤال نقوم بالتعويض مكان A 9 ومكان B 25. الآن الجذر التربيعي للتسعة هو 3 و
والجذر التربيعي للخمس وعشرين هو 5، نضرب 2 ضرب 3 6، وثلاث ضرب 5 15، مجموع 6 و15 هو 21. السؤال الخامس، أوجد قيمة الجذور التكعيبية التالية. طبعا هنا الجذر التكعيبي هو عدد أقوم بضرب بنفسه 3 مرات للحصول على العدد المطلوب. مثلا الفرع الأول، الجذر التكعيبي 27، ما هو العدد الذي نقوم بضربه 3 مرات للحصول على 27؟ هو 3. الجذر التكعيبي 64، ما هو العدد الذي نقوم بضربه 3 مرات للحصول على 64؟ هو 4. الثالثة، الجذر التكعيبي 27 بالألف، 27 هي 3 ولكن بما أنها في الألف إذن يكون الناتج 0.3 أو 3 بالعشرة. السؤال السادس، قسم مبلغ 4000 ريال قطري بين شخصين بنسبة 3 إلى 5 لإيجاد نصيب كل منهم. الآن لإيجاد نصيب الأول والثاني، أولا نقوم بجمع النسب 3 زائد 5 8، إذا سوف يكون نصيب الأول الذي هو 3 من 8 مضروبا في المبلغ الذي هو 4000 ريال قطري. الآن إذا حسبناها، 4000 يمكن اختصارها مع 8 ليكون الناتج 500، 500 مضروبا في 3 يساوي 1500. أما نصيب الثاني فهو 5 من 8 مضروب في 4000 بنفس الطريقة، يمكن اختصار 4000 مع 8 500، 500 ضرب 5 يساوي 2500. السؤال السابع، حل كل تناسب مما يأتي، إكس على 8 يساوي 3 على 6. الآن في البداية نكتب إكس يساوي، ثم نستخدم أسلوب المقص، نضرب 8 ضرب 3 ونقسمها على 6. إذن إكس يساوي 8 ضرب 3 مقسوما على 6، 8 ضرب 3 24 مقسوما على 6 يكون الناتج X يساوي 4. بنفس الطريقة 7 على 3 يساوي 21 على N، نكتب N يساوي، نضرب 21 ضرب 3 مقسوما على 7. يمكن هنا اختصار 21 مع 7 لتكون 3، 21 تقسيم 7 3، والثلاث ضرب 3 يساوي 9. السؤال الثامن، أوجد مقياس الرسم لمنزل إذا كان عرض المنزل في المخطط 25 سنتي وعرضه في الواقع 20 متر. هنا نكتب أن مقياس الرسم يساوي الطول في الرسم مقسوما على الطول في الحقيقي. إذن يكون 25 سنتيمتر مقسوما على 20 متر. هنا يمكن تبسيطها عن طريق القسمة على 5، 25 تقسيم 5 5 و20 تقسيم 5 4 ليكون الناتج 5 سنتيمتر إلى 4 متر. السؤال التاسع، إذا كان المثلثان في الشكل المجاور متشابهين فأوجد قيمة X. هنا بما أن المثلثان متشابهان يمكن إنشاء النسبة، لاحظ أن الإكس مقابل للأربعة وعشرين، فنكتب إكس على 24 يساوي 15 على 30، ثم نستخدم مرة أخرى أسلوب المقص، إكس يساوي 15 ضرب 24 مقسوما على 30. الآن يمكن اختصار 15 مع 30، فإذا قسمنا على 15 يكون في الأعلى 1 وفي الأسفل 2. الآن
24 مقسوما على 2 الموجودة في المقام يكون x يساوي 12. السؤال العاشر: في الشكل أدنى يوجد لدينا هنا مثلثان، حدد ما إذا كان المثلثان متشابهان أم لا. لاحظ أن الضلع الأكبر 15 هو 3 أضعاف الضلع الأصغر المقابل له الذي هو 5، والتسعة 3 أضعاف الضلع المقابل في المثلث الآخر الذي هو 3، والاثنى عشر هو 3 أضعاف الضلع المقابل له الذي هو 4. إذن نقول هنا أن المثلثان متشابهان. السؤال 11: حول كل جملة فيما يأتي إلى مقدار جبري أو معادلة. الأول: أكبر من 3 أمثال عدد ما بمقدار 1. اتفقنا أن كلمة أكبر هي عملية جمع، 3 أمثال عدد ما أي مقصود عدد مجهول نفرضه X أو N بمقدار 1، فنكتب 3 أمثال عدد ما أي 3X أكبر زائد بمقدار 1، إذن يكون الناتج 3X plus 1. السؤال الثاني: 13 مضافا إلى ناتج قسمة عدد على 9. إذن ناتج قسمة عدد على 9 إذن هو سوف يكون 9 مقسوما على X مقسوما على 9 مضافا إليه. معنى كلمة مضافا إليه أي جمع، إذن مضافا إليه 13، فيكون ناتج قسمة عدد على 9 X على 9 مضافا إليه أي زائد 13. السؤال الثالث: ناتج طرح مثلي عدد ما، مثلي عدد ما أي 2X من 17، فنطرح الـ 2X من 17 فنكتب 17 ناقص 2X. السؤال الثاني عشر: ما قيمة المقدار 5X ناقص 3 مقسوما على X زائد 3 عندما X يساوي 3؟ هنا في هذه الحالة نضع مكان كل X في المقدار 3، فيكون الناتج 5 ضرب 3 ناقص 3 مقسوما على 3 زائد 3. إذن هنا وضعنا مكان كل X قيمتها التي هي 3، 5 ضرب 3 15 ناقص 3 12، و 3 زائد 3 6، 12 مقسوما على 6 يساوي 2. السؤال الثالث عشر: أوجد قيمة المقدار 3M plus 4N plus 5MN عندما N يساوي 3 و N يساوي 2. الآن هنا نقوم بعملية التعويض، مكان M بالرقم 2 ومكان N بالرقم 3. 3M أي 3 نضع مكان M 2، 4N نضع مكان N 3، 5MN نضع مكان M 2 ومكان N 3. الآن 3 مضروبا في 2 6، 4 مضروبا في 3 12، 5 مضروبا في 2 10، والعشرة مضروبة في 3 يصبح 30. 6 زائد 12 زائد 30 يكون الناتج 48. السؤال الرابع عشر: بسط كل مما يأتي، 2G ناقص 3 ناقص 11 ناقص 8G. هنا لاحظ أن يوجد بين القوسين إشارة سالب، وإشارة السالب إذا دخلت على القوس تقوم بعملية تغيير للإشارات، فتصبح 2G ناقص 3. الآن 11 دخلت عليها السالب أصبحت سالب 11، وسالب 8G لأنها دخلت عليها السالب صارت أو أصبحت 8G. الآن نقوم بجمع 2G مع 8G تصبح 10G، ماينس 3 وماينس 13 وماينس 11 تصبح ماينس 14. الفرع الثاني لاحظ أن بين القوسين هي عملية جمع، إذن هنا لا يلزمنا تغيير الإشارات،
الإشارات تغير فقط إذا كان ما بين القوسين، هي عملية طرح. الآن 3x أس 2 ناقص 4x أس 2، الآن 3 ناقص 4 هي سالب 1، فلنكتب سالب 4 سالب 1 x أس 2 و 5x زائد 6x هي 11x و ناقص 2 أو ماينس 2 زائد 3 هي عبارة عن 1، لأن 3 ناقص 2 هو 1. السؤال 15، بسط كل مما يأتي، 3x مضروبا في 2x زائد 6. هنا نستخدم خاصية التوزيع، أي نضرب 3x في 2x ثم نضرب 3x في 6. 3x مضروبا في 2x، 3 ضرب 2 6، و x ضرب x x أس 2، والآن زائد 3x نضربها في 6، 3x مضروبا في 6، 3 ضرب 6 18x. السؤال الثاني هو عملية قسمة، ف 12 مقسوما على 3 هي 4، و c أس 5، أي C في الأعلى 5 مرات وفي الأسفل مرتان. إذا قمنا بالاختصار سوف نختصر 2 من الأعلى مع 2 من الأسفل، يبقى في الأعلى 3، فيكون الناتج 12 مقسوما على 3 4، و C أس 5 مقسوما على C أس 2 يبقى في البسط C أس 3. بنفس الطريقة السؤال الذي يليه، 12 مقسوما على 4 3، جي أس 3 على جي، الآن جي في الأعلى 3 مرات وفي الأسفل مرة واحدة، يمكن اختصار واحدة من الأعلى مع واحدة من الأسفل يبقى في الأعلى مرتان، ونفس الشيء بالنسبة إلى H، H أس 5 أي في الأعلى في 5 H وفي الأسفل يوجد H مرتان، يمكن اختصار 2 من الأسفل مع 2 من الأعلى يبقى في الأعلى 3، فيكون الناتج 12 مقسوم على 4 3، و G أس 3 مقسوم على G يبقى G أس 2 في الأعلى، و H أس 5 على H أس 2 يبقى H أس 3 في البسط. السؤال 16، بسط كل مما يأتي، X زائد 1 على 7 زائد 2x ناقص 25 على 7. هنا لاحظ أن المقامات جاهزة لأنها متساوية، نقوم بعملية الجمع مباشرة، x زائد 2x هي عبارة عن 3x، 1 مطروحة من 25 هو 24 ولكن في السالب لأن الكبير إشارته سالب، ف1 ناقص 25 هو سالب 24، ليكون ناتج x زائد 2x 3x، و1 ناقص 25 سالب 24 مقسوما على 7. في الفرع الآخر لاحظ أن المقامات غير متساوية، إذا نقوم بعملية توحيد المقامات، نضرب الاثنان في 5 والإكس في 5، وفي الطرف الآخر نضرب الخمسة في 2 والاثنان وال2x ناقص 3 في 2. الآن يصبح الناتج لدينا x ضرب 5 5x على 10 زائد 2 مضروبا في 2x 4x و 2 مضروبا في سالب 3 هي سالب 6، وهنا وحدنا المقامات. الآن نقوم بعملية الجمع، 5x زائد 4x 9x ناقص 6 مقسوما على 10. السؤال 17، حلل كل من المقادير الجبرية الآتية بإخراج العامل المشترك الأكبر، الأولى 2k أس 2 زائد 4k. الآن نقوم بعملية التحليل، ف 2 نكتبها مثل ما هي، k أس 2 هي عبارة عن k ضرب k، زائد الأربعة هي 2 ضرب 2، و k واحدة نكتبها مثل ما هي، فيصبح الناتج 2 ضرب k ضرب k زائد 2 ضرب 2 ضرب k. لاحظ بين هذين المقدارين يوجد
المشترك هي الاثنان والك، فنأخذهما من الطرفين من المقدارين، نأخذ 2k، يبقى من المقدار الأول نضع بين قوسين ما تبقى من المقدار الأول الذي هو k، ومن المقدار الثاني يبقى الاثنين. بنفس الطريقة 5 زد أس 2 زائد 10 زد. الآن نقوم بتحليل 5 زد أس 2 هي 5 ضرب زد ضرب زد، زائد 10 هي 5 ضرب 2 ضرب زد. لاحظ أن بين المقدارين هذين المشترك بينهما هي 5 والزد. إذا نأخذ 5 والزد نخرجها، يبقى من المقدار الأول زد واحدة، ويبقى من المقدار الثاني 2 نضعها داخل قوسين. إذا المشترك هي 5 زد، يبقى من الأول هو زد، ويبقى من الثاني 2، فيكون الناتج 5 زد مضروبا في زد زائد 2. اكتب الحدين الخامس والسادس في كل من المتتاليات التالية. الأولى تي ان يساوي 10 ناقص 3 ان. هنا نقوم بعملية تعويض مكان كل ان 5، فيكون الأولى 10 ناقص 3 مضروبا في 5، 3 مضروب في 5 15، 10 ناقص 15 سالب 5. تي 6 أيضا نقوم بتعويض مكان أن 6، فيصبح 10 ناقص 3 ضرب 6، 3 ضرب 6 18، 10 ناقص 18 سالب 8. الثانية تي أن يساوي أن أس 2 زائد 5، نضع هنا مكان أن 5، ليكون الناتج 5 أس 2 زائد 5، 5 أس 2 أي 5 ضرب 5 25 زائد 5 30. و تي أس أو تي 6 نقوم بتعويض 6 مكان أن، تصبح 6 أس 2 زائد 5، 6 أس 2 36 زائد 5 41. السؤال التاسع عشر، اكتب قاعدة الحد العام تي ان لكل متتالية فيما يأتي. المتتالية الاولى 3 6 9 12، لاحظ هنا ان مقدار الزيادة في كل مرة هي 3، فاي تساوي مقدار الزيادة 6 ناقص 3 يساوي 3، بينما قيمة ب هي 3 ناقص 3، أي مقصود بقيمة الحد الأول ناقص A اللي يساوي 0، فيصبح TN يساوي 3N فقط. الثانية 3 10 17 24، مقدار الزيادة التي هي A هي عبارة عن 7، بينما قيمة B نطرح 3 ناقص 7 ويساوي سالب 4، ليصبح تي ان يساوي 7 ان ناقص 4. سؤال 21، في هذا التمثيل البياني للخط المستقيم طلب منا ان نجد مقطع اكس. مقطع اكس لاحظ ان مستوى اكس يقطع المستقيم عند 1 2 3، فقيمة x تساوي 3، بينما المستقيم يقطع y عند 1 2 3 4 5 في الأعلى، فقيمة y يساوي 5. الآن الميل نقسم قيمة y على x، مع الانتباه أن المستقيم متناقص لذلك نضع إشارة سالب، فالميل هو سالب 5 على 3. هل الدالة متناقصة أم متزايدة؟ الدالة هي عبارة عن دالة متناقصة. السؤال 22،
يبين الشكل المجاور التغير في بعد جمال عن منزله في أثناء قيادته الدراجة إلى المدرسة. فرع A: ما الزمن الذي استغرقه جمال حتى وصل إلى المدرسة للوصول إلى المدرسة التي هي عند النقطة E ويسأل عن زمن، فالزمن سوف يكون 12 دقيقة. فرع B: ما بعد مدرسته عن بيته؟ بعد المدرسة عن البيت، لاحظ أيضا هي عند النقطة E، هي 4.5 كيلو متر. سؤال 23: أوجد درجة الحرارة الفهرنهايتية المقابلة لدرجة الحرارة 20 سلسيوس مستعملا الصيغة F يساوي 9 على 5 C زائد 32. هنا نقوم بتعويض العشرين مكان C فيصبح F يساوي 9 على 5 مضروبة بعشرين مجموعا إليها 32. إذا اختصرنا العشرين مع الخمسة يبقى 4، 4 ضرب 9 36، 36 زائد 32 68. السؤال 24: حل كل من المعادلات الآتية وتحقق من صحة الحل. الفرع الأول: X على 7 يساوي 5. هنا نقوم فقط بعملية الضرب التبادلي أو أسلوب المقاس، نضرب X ضرب 1 X و 7 ضرب 5 35. الثانية: 7 X ناقص 6 يساوي X. هنا يجب أن تكون المتغيرات في جانب والمجاهيل في جانب. الآن نقوم بنقل X الموجودة على اليمين باتجاه اليسار، وعند النقل نقوم بعملية تغيير للإشارة، ونقوم بنقل السالب 6 إلى الطرف الأيمن، وأيضا نقوم بعملية تغيير للإشارة. ف7 X نقلنا X إليها أصبحت سالب X، والسالب 6 نقلناها إلى الطرف الثاني لتصبح 6 أو موجب 6. 7 X ناقص X 6 X يساوي 6، بالقسمة الطرفين على 6 يصبح الناتج X يساوي 1. سؤال 25: حل المتباينة التالية ومثل الحل على خط الأعداد. بنفس الطريقة لحل المتباينة نجعل المتغيرات على جهة والأعداد على جهة، فنقوم بنقل هنا X زائد 3 أكبر من 6، نقوم بنقل موجب 3 إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة، فتصبح X أكبر من 6 ناقص 3، لأننا نقلنا موجب 3 أصبحت سالب 3، فتصبح X أكبر من 3. الآن نضع خط الأعداد عند 3، وبما أنه أكبر إذا نأخذ يمين 3. X زائد 1 أقل أو يساوي 5، بنفس الطريقة نقوم بنقل موجب 1 إلى الطرف الآخر، فتصبح 2X أقل أو يساوي من 5 ناقص 1، 2X أقل أو يساوي 4، بالقسمة الآن على 2 يصبح لدينا X أقل أو يساوي 2، نقسم على 2 في الأعلى الطرفان. الآن X أقل أو يساوي 2، نضع العلامة عند الاثنين ونأخذ يسار الاثنين لأنه يقول X أقل أو يساوي 2.